ايونو للتراث الثقافي. ابتدينا من 2014 بنشتغل على الورش التعليم الهيروغليفي او اي ورش خاصه بالتراث او الحضاره. ابتدينا نشتغل على رحلات وبننزل المواقع الميدانيه، زي مثلا نزلنا قبل كده وعملنا ورش اللي هي المرشد الصغير. كمان دلوقتي احنا بنعمل ورشه اسمها هرج. الورشه دي خاصه بالحرف والمصنوعات اليدويه. تطوير التراث هرش سوهاج 2020، التدريب الهدف منه تطوير الحرف التراثية، تطوير التصميمات اللي هي موجودة في الحرف وتطبيقها على أربع حرف اخترناهم: التلي والمنسج والكروشيه والإكسسوارات، لأن احنا لقينا أن الحرف دي منتشرة جدا، وفي نفس الوقت التصميمات اللي فيها قديمة وما حصلش فيها أي تحديث من سنين طويلة جدا، فحبينا أن احنا نعمل تطوير من باب خدمة الحرفيين وتنمية قدراتهم وتنمية التسويق سواء داخل مصر أو خارج مصر. أنا برسم وجاي أحضر التدريب ده، اللي هو اتعلمت فيه حاجات كتير، لأن أنا أرسم الحروف بتاعة القدماء المصريين، إن هما كان بالنسبة لي فرعنا، بس اللي هو اتغير الفكر بتاع أو اتغير المصطلح بتاعه بالنسبة لي. اللي هو اتعلمت حاجات كتير في الفترة اللي فاتت، اتعلمت حتة الابتكار، إن أنا كنت مثلا برسم الحاجة اللي هو بنقل. انا عندي حته الرسم محترفه بقى شويه، بس حته ان انا كنت بنقل حاجه. التدريب ده خلاني ان انا افكر ازاي اطلع بره الصندوق، اللي هو افكر ازاي اعمل حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده ومبتكره، وتساعدني في حاجات كتير، وان انا اتعلم ازاي اسوق الحاجه بتاعتي واجذب انتباه الناس ليها. اتعلمت تداخل الالوان، انا ما كانش كنت برسم رصاص بس دلوقتي حبيت ان انا ادخل الوان في الموضوع واتعلم. عملت تصميم استخدمت العلامه او الرمز بتاع الست المصريه قديمه، وكان جواه زي طفل وتحته ارض بالعلامه بتاعه الارض، وفوق سماء كان في نجوم، كان في قمر، وان الام اساس الامان. التصميم بالنسبه لي كان عباره عن قصه، يعني حسيت ان انا بطلع حاجه ليها قيمه من حاجه انا رسمتها او حاجه ابتكرتها من اجزاء ركبتها على بعض وحطيتها في حاجه معينه. بننفذ مع حرفيي سوهاج وشباب خريجين الجامعه مشروع هيريج ايجيبت او التراث المصري سوهاج. نفذنا 3 ايام، كان التركيز كله على استخدام الرموز المصريه القديمه باشكالها المختلفه وتمثيلاتها المختلفه في المعابد، في المقابر، في المتاحف برضه، بحيث نوصل لان الحرفي وشباب الجامعه يعملوا تكوين تشكيلي باستخدام الرموز دي. التصميم ده يبقى تصميم فريد مختلف عن اي حاجه تقليديه موجوده، بحيث ان الحرفي برضو يعمل قصه مرتبطه بالتصميم ده، تبقى مرفقه مع المنتج، بحيث تدي اريحيه لاي حد انه يشتريها بمجرد معرفته بالقصه دي. اتكلمنا معاهم في اكتر من محور، يعني بحيث ازاي يكون للتصميم بتاعك بطل، ازاي يكون التصميم بيأدي غرضه الوظيفي اللي عشانه اتعمل التصميم، ازاي تطوع الخامات والالوان عشان تأكد فكرتك، وان التصميم ما يكونش مجرد زخارف، يكون في مفهوم من ورا الشغل، وخصوصا ان احنا بنحاول نخرج سلع تراثيه، ان يعملوا شغل ليه علاقه بالتراث والتاريخ والبيئه اللي هم بينتموا ليها. انا برسم وبعمل اكسسوارات، فتدريب ساعدني اني اصمم حاجات على الورق الاول قبل ما انفذها عملي. طور الفكر بتاعي ان انا ازاي اجيب حاجات من وحي خيالي واحطها بدل ما اعمل حاجه كوبي او هاي كوبي بيست للحاجات دي. احنا جينا المعبد النهارده عشان نشوف الرسومات والنقوش اللي على الجدران، عشان في الاخر اليوم مطلوب مننا ان احنا نعمل تصميم
مستوحاة من مصر القديم. انا بشتغل كروشيه وتلي، بس جات لي فكره موتيفه صغيره ماسكها الملك في ايده، جات لي فكره قلاده. والقلاده طبعا استوحينا منها برضو الحلق بتاعها والانسيال والخاتم. كمان استوحيت فكره طرحه تلي، ان احنا على الحرف بتاع الطرحه هنعمل زهره اللوتس مجمعه، ومعاها برضو نقش احنا شفناه جوه من على الجدران، هيبقى الزهره كبيره والنقش صغير، وفي النص برضو بكيه من زهره اللوتس. بنعمل تدريب للناس اللي هم اللي بيشتغلوا في الحرف اليدويه التراثيه اللي موجودين شغالين هنا في سوهاج، في التلي وفي المنسج وفي النول وفي الخرز والكروشيه. بنعلمهم ازاي ان هم يعملوا تصميمات بطراز مصري قديم او بطراز يعني طراز مختلف غير المعتاد، وينفذوه على شغلهم اللي هم بيعملوه. تعلمناهم كمان اسس التصميم علشان يطلع التصميم باساس صح، مش مجرد ان هو شكل عشوائي واتعمل كده وخلاص.